إلى ذلك تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد السعودي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تم خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتطورات الأحداث في المنطقة والعالم. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين أكدا على ضرورة التزام جميع الدول بالالتزامات التي تعهدت بها في قمة الرياض الرامية إلى هزيمة الإرهاب وتمويله ومكافحة الفكر المتطرف، كما أكدا على ضرورة تعزيز أمن المنطقة وعلى خطورة النظام الإيراني. وفي وقت سابق تلقى ولي عهد أبو ظبي سمو الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي، تناول العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وأهمية التواصل والتنسيق بشأنها.